طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الرابع، المادة مجتمع وحياة، الوحدة الخامسة، الدرس الثاني. تحدثنا في الدرس السابق عن التاريخ الذي يشمل الأحداث والتجارب البشرية التي حدثت في الزمن الماضي، بالإضافة إلى المجتمع الطبيعي الذي كان يعد البذرة الأساسية للمجتمع. درسنا لليوم العصور الحجرية، رح نتحدث عن العصور الحجرية والذي ينقسم إلى ثلاثة عصور، رح نتحدث عليها بشكل توضيحي أكثر. هي العصور التي شهدت تطور في حياة البشرية، سميت بالعصور البشرية أو العصور الحجرية نسبة للبشر أو الإنسان، اعتماد البشرية على الحجارة وصنع الأدوات اللازمة من الحجارة، الحجر المصقول لتلبية الاحتياجات. العصور الحجرية التي شهدت تطور في حياة البشرية سميت بالعصور الحجرية لأن الإنسان كان يعتمد فيها على الحجارة و الأدوات وصنع الأدوات اللازمة وصنع الأدوات اللازمة من الحجارة لتلبية كافة احتياجاته كالصيد وغيرها. إذن العصور الحجرية شهدت تطور في حياة البشرية، سميت بالعصور الحجرية لأن الإنسان كان يعتمد كل اعتماد على الحجارة، صنع هالأدوات من الحجر المصقول لتلبية احتياجاته من صيد وغيرها. حدثت تطور في هالعصور ضمن ثلاث عصور. نبدأ بالعصر القديم، عصر وسيط، عصر حجري حديث. أولا هالعصور الحجرية كانت أو أساس اللي حصل فيها الأفكار اللي وردت فيها الأعمال التي كانت في العصور الحجرية، بدءا من تحكم الإنسان بالنار، صنع الأدوات من الحجارة، بالإضافة إلى العيش على الصيد والترحال. هالأفكار هاي صناعة الأدوات أهم الأحداث في العصور الحجرية. صناعة الأدوات الحجرية، تحكم الإنسان بالنار. ثالثاً العيش على الصيد والترحال. إذن أهم الأحداث في العصور الحجرية، أولاً صناعة الأدوات الحجرية، ثانياً تحكم الإنسان بالنار، ثالثاً العيش على الصيد والترحال. كان الإنسان في العصور الحجرية كثير التنقل، يعني كثير التنقل والترحال، يتنقل من مكان من كهف إلى كهف آخر. كان الإنسان القديم يعيش على شكل مجموعات تسمى بالكلان، تشمل الأفراد من 20 إلى 50 فرد في كل مجموعة. كانت الأساس أو القاعدة الأساسية القائمة ما يصيب الفرد يصيب المجتمع أو الجماعة، وما يصيب الجماعة يصيب الفرد، أي الفرد من أجل الجماعة والجماعة من أجل الفرد. هلأ تنقسم العصور الحجرية إلى ثلاثة عصور، بدءا من العصر
العصر الحجري القديم العصر الحجري الوسيط العصر الحجري الحديث العصر الحجري القديم بما يسمى بباليوم ليتيك العصر الحجري الوسيط ميزو ليتيك والعصر الحجري الحديث يسمى ب والله راح الاسم عن بالي نشوف النيولوتيك. إذن العصور تنقسم العصور إلى ثلاثة عصور: عصر حجري قديم، عصر حجري وسيط، عصر الحجري الحديث يسمى بالنيولوتيك. المرحلة الأولى أو العصور الحجرية الأولى بدأت منذ ظهور الإنسان على سطح الكرة الأرضية، أي منذ 20,000 سنة قبل الميلاد. كان الإنسان يعيش في مجموعات مثل ما حكينا، أي بما يسمى الكلان، كانت تضم من 20 إلى 50 فرد. كان الاعتماد الأساسي على الجمع والالتقاط، كان يعتمد الإنسان، كان الإنسان بهالعصر بالعصر القديم شديد التنقل والترحال. من أهم الأحداث التي حصلت في العصر الحجري القديم صناعة الأدوات اللازمة من الحجارة لتلبية احتياجات الناس البشرية في العصر الحجري القديم، من صيد، تحضير الغذاء وغيرها. هناك تم اكتشاف الكثير من الكهوف، الكهوف التي كانت بكثرة في العصور القديمة، العصر الحجري القديم. كان الإنسان يكتب ويرسم على رموز، عبارة عن رموز ورسومات على الكهوف. تم اكتشاف بعض الكهوف التي تدل على الكهوف التي كانت في العصور القديمة، مثل كهف شاني دار في منطقة الهلال الخصيب. كهف شاني دار في منطقة الهلال الخصيب. انتهينا من العصر الحجري القديم باليوليتيك، ننتقل للعصر الحجري الوسيط ميزوليتيك. هالعصر انتهينا من العصر الحجري القديم، التنقل والترحال، بدأ الإنسان بالاستقرار. هل مع ظهور العصر الحجري الوسيط بدءا من 20,000 سنة إلى حتى 12,000 سنة قبل الميلاد، قام الإنسان بتربية الحيوانات. حدثت بعض التغيرات بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، ذوبان الثلوج على المحيطات، بالإضافة إلى تغيرات نباتية وحيوانية. هل تغيرات في العصر الحجري الوسيط الذي ظهر منذ 20,000 سنة قبل الميلاد إلى 12,000 سنة قبل الميلاد. تربية الحيوانات، شهد العصر الحجري الوسيط بتربية الحيوانات، بالإضافة إلى حدوث تغيرات في درجات الحرارة. انتهينا من العصر الحجري الوسيط نهاية إلى العصر الحجري الحديث نيوليتيك. بدأ هالعصر منذ 12,000
سنة حتى 4000 سنة قبل الميلاد قلنا أصبح الإنسان مستقر، كان يربي الحيوانات بالإضافة إلى الزراعة واكتشاف المعادن وصهرها. يعني صار في هالعصر الحجري الحديث تطور من تطور بالزراعة، تطور تربية الحيوانات، تطور باكتشاف المعادن، صناعة الأدوات اللازمة. تتميز هالمرحلة باستقرار الإنسان بعيدا عن التنقل والترحال. تحدثنا عن العصور الحجرية، عن أقسام أو أهم الأحداث التي حصلت في العصور الحجرية من صناعة الأدوات الحجرية، التحكم بالنار بالإضافة إلى العيش على الصيد والترحال، انتقالا إلى العصور عصر حجري قديم، عصر حجري وسيط، عصر حجري حديث. كان يتميز بصناعة المعادن والاستقرار، صهر المعادن. بالإضافة إلى الزراعة المتطورة في العصر الحديث من العصور الحجرية. طبعا هذا كل ما لدينا لدرس اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في الدرس القادم.